يمكن يا كابتن علي انا بحب دايما ابتدي في اللحظات الصعبه في البطوله. يمكن كان ماتش الزمالك وبعد كده دخلنا على الجزيره بعديه تقريبا، ولا دخلنا على كان الماتش قبل النهائي مصر التامين قبل النهائي صح، ودخلنا بعد كده على الفاينل. اللحظه الصعبه هو خسرتنا الماتش الاولاني، يعني الماتش الاولاني برضو كانت خسرانين السوبر وجينا خسرنا اول مباراه في المرتبط مع سبورتنج. حسيت ان الثقه اتهزت ولا كان عندك ثقه في فريقك؟ بص ما اتهزتش ان انا عارفهم، يعني انا حتى كان كل اجتماعاتي احنا نقدر نرجع تاني، لسه بكره المرتبط هيلعب فريق 18 سنه صراحه قاموا بدور كبير معانا برضو، يعني مكسبهم اتنين برضو ادانا ثقه الصراحه لازم ياخدوا حقهم طبعا. بس احنا اتحطينا في الظروف دي السنه اللي فاتت وقدرنا، كنا 2-0 ورجعنا 2-2 وقبلها برضو الدوري الدوري اللي خدناه برضو كان 1-0، كان ساعتها بيست اوف 3 مش بيست اوف 5 ورجعنا برضو صحيح وقدرنا نخش برضو في البطوله. يمكن برضو دينا كابتن الفريق مرت بكل المراحل دي معاك يعني كلهم.